تاني نقطة بعد موضوع الشحوب هنبتدي بقى نتكلم احنا ممكن نعمل ايه علشان موضوع الغمقان ده يتحسن او موضوع الاسمرار ده يتحسن. وخلينا نقسم الموضوع لجزئين، الجسم والوجه. بالنسبة للجسم المناطق الحساسة طبعا بتاخد اهتمام كبير من الستات، ودي بيبقى ليها بروتوكول خاص بيها جدا، لان هي بتبقى منطقة مكتومة، منطقة مش بتتعرض للهواء، فبالتالي بيبقى ليها احتياطات خاصة بيها هي، علشان يعني حتى لو احنا مثلا ايه احنا قلنا هنعمل مثلا تقشير، وانا عارفة الناس بتسمع كلمة تقشير دي اوريدي بتتخض منها. دلوقتي في انواع كتير قوي للتقشير، وفي نوع مخصص للمناطق الحساسه، منطقه البكيني ومنطقه الاندر ارم. ده بيبقى نوع من انواع التقشيرات بنسبه خفيفه علشان خاطر تحافظ على الجلد. يبقى احنا ممكن نعمل التقشير في الجسم وفي الوجه، بس ده بماده او ده بتركيز وده بتركيز. ممكن للوجه كمان نعمل لو احنا عندنا حبوب، ما ينفعش ان احنا ندخل نعالج اثار الحبوب مره واحده، لازم علاج الحبوب يبتدي بان انا اعالج الحبوب، وده بياخد له تقريبا اسبوعين لشهر على حسب درجه الحبوب. وساعات لو الحبوب عامله التهاب قوي جدا بنبتدي ناخد كورس علاجي قوي بيقعد من 3 لـ6 شهور، اللي احنا قلنا بيظهر في منطقه في مرحله البلوغ بالنسبه للشباب سواء بنات او ولاد. وكنا بنتكلم عن ان احنا بلاش نلعب في الحبوب، وعلى ان اثار، لان ده بينتج عنه ان اثار الحبوب بتبقى تفضل فتره اطول وبيسيب اسمرار في منطقه الوجه او في منطقه الظهر. هو دايما بيطلع في منطقه الظهر او الاكتاف او الصدر والوجه طبعا. طيب عشان نعالج اثار الحبوب اللي هي بتبقى حاجه من الاثنين، يا اما بتبقى ندبات اللي هي او حفر، او بتبقى بقع غامقه للهايبر بيجمنتيشن او بقع غامقه في الوجه. طيب علشان اعالج الاثار ما ينفعش ابتدي بان انا اعالج الاثار، لازم الاول اعالج الحبوب، وقلنا ده بيتطلب وقت من اسبوعين لحد شهر، وساعات بنوصل في العلاج من 3 لـ6 شهور على حسب درجه الحبوب ودرجه التهابها. اكيد هنعمل حلقه بعد كده عن موضوع حب الشباب لوحده لانه موضوع كبير، بس بصفه عامه كده خلينا نقول فيه كام حاجه صغيره. باب شويه نصايح، وقلنا ان احنا هنعمل له حلقه بعد كده لوحده. النصايح البسيطه بس، في اكل معين بيزود حب الشباب زي المكسرات بصفه كبيره. يعني احنا مثلا لو حد ماشي على نظام غذائي ولازم ياخد مثلا لوز او عين جمل، على فكره الحاجات دي كويسه جدا وفيها اوميجا 3 وكويسه للبشره جدا وللشعر، بناخد مثلا 3 حبايات كترها، وساعات بنمنعها خالص لما بيبقى انتاج حب الشباب عالي. الشوكولاتات بصفه عامه، الحاجات اللي فيها مواد صناعيه، الاكل السبايسي، الحاجات دي كلها بتزود حب الشباب. وزي ما قلنا بقى احنا هنبقى نعمل حلقه ليه لوحده. نرجع بقى تاني، احنا كنا وصلنا خلصنا اسباب التغير في لون الجلد، بس كنت حابه ازود ان في بعض الادويه ممكن تعمل كده. وفي حاجه كمان برضو سهله جدا وكلنا بنتعرض ليها، هي اشعه الشمس، وده بيفكرنا دايما ان احنا لازم يبقى معانا الصن بلوك او واقي الشمس، خاصه في فتره المصايف وفتره التعرض للشمس القويه، ولازم يتجدد، ولازم اختار النوع المناسب لبشرتي. ما ينفعش اختار النوع بتاع بشره جافه وانا بشرتي بتطلع حبوب، لان ده هيتسبب لي في ان المسام هتبتدي تتعب وتقفل وتبتدي تطلع حبوب بصوره اكتر. فاختيار المناسب ليا يا ريت يبقى عن طريق الدكتور بتاعي. ونخلي يا جماعه موضوع الدكتور الجلديه ده مش زياره لما تبقى المشكله فظيعه والمشكله لازم يعني خلاص انا جربت وصفات وجربت علاج صاحبتي وجربت الاعلانات وجربت كل حاجه وبعدين لقيت الموضوع مش نافع فانا اضطريت اروح للدكتور. خلي دكتور الجلديه زي ان شاء الله مره كل 3 شهور، مره كل 6 شهور، بصوره دوريه، بحيث ان انت تطمني على حاله جلدك، تطمني على حاله شعرك، تعالجي المشاكل اللي موجوده عندك، يبقى عندك روتين ماشي عليه، روتين نهاري روتين ليلي. وبعدين مش شرط ان انت ترخمي نفسك بكريمات وتبقي بتستخدمي كريمز كتيره وتستخدمي كل شويه بتحطي حاجه. الموضوع مش كده على فكره، هو الموضوع احنا بنستعمل ايه وليه. يعني احنا بنستعمل ايه
في صوره بقى لوسيون، في صوره كريم، في صوره كريم صبح، كريم ليل. مش لازم ان انا ابقى بستخدم كل حاجه وبسمع عنها، مش لازم ابقى بستخدم ده عشان اجرب في نفسي. فخلينا كده في بالكم بان انتوا تروحوا تعملوا كشف دوري زي بقيه الاعضاء بتاعه الجسم. طيب دلوقتي بقى احنا خلاص وصلنا ان احنا عندنا تغير في لون الجلد، عندنا اسمرار وايا كان ايه اسبابه، وقلنا ان الاسباب بتبقى مهمه علشان خاطر لما بنعرف السبب بنبقى عالجنا جزء كبير قوي من المشكله. هنبتدي بقى نتصرف. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا ممكن نعمل حاجات كتير جدا، بدايه من التقشير اللي بقى له سنين يعني ومعروف والناس بتخاف منه. وزي ما طمنتكم قلت لكم دلوقتي في انواع عاليه جدا من التقشير. يعني في ناس مثلا بتبقى خايفه من التقشير انها تتحرق او تتلسع في بشرتها. طيب خلينا نقول ان اختيار المناسب لبشرتك بيتم عن طريق الدكتور. بنختار درجه التقشير المناسبه، بنختار نوع التقشير المناسب. وفي انواع للتقشير، يا جماعه في انواع للتقشير. في احنا بنعمل دلوقتي التقشير، عندنا احماض فواكه، عندنا التقشير الكيميائي العادي القديم، عندنا تقشيرات حديثه بقى اللي بتقشر من بعد 48 ساعه. يعني انا لو عملت تقشير النهارده ممكن من بكره بعدها ب 48 ساعه ابتدي احس التقشير. هنتجنب الشمس شويه، بس مش بس ممكن برضو انزل، بس لازم ابقى حاطه واقي الشمس خاصه في الانواع الحديثه دي. وقلنا ان في منها انواع مختصه للمناطق الحساسه بتاعه البشره. في بقى حاجه حلوه قوي برضو بتبقى موجوده في عيادات الجلديه، حاجه اسمها سكين انالايزر او محلل للبشره. محلل البشره ده ليه اكتر من ميزه، ليه ميزه ليا انا كدكتوره وليه ميزه لحضرتك او لحضرتك علشان تتابعي حالتك. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا النهارده جات لنا حاله عندها اثار حب شباب متمثله في صوره حفره، او عندها بقعه مضايقاها في بشرتها والبقعه واخده طبقات غامقه عامله لها مشاكل نفسيه وعايزه تعرف هي عملت ايه. فاحنا هنعمل ايه؟ بنبتدي نكشف بالسكين انالايزر او محلل البشره. السكين انالايزر بيبتدي يحدد نوع البشره، بيبتدي لو احنا مثلا دلوقتي بنتكلم في نقطه ان انا عندي بقعه غامقه في وشي، بيبتدي يطلع لنا حجمها، بيبتدي يطلع لنا الدرجه اللي هي واصله لها، درجه التصبغات واصله لاني طبقه في الجلد، وبناخد ريبورت او تقرير بكده. طيب احنا النهارده انت جيتي لي عملنا اول جلستين مثلا، سي احنا اتفقنا هنعمل ليزر وراه هنعمل تقشير، او هنعمل ليزر وراه هنعمل تفتيح بحقن، ايا كان نوع العلاج المناسب اللي بنحدده مع بعض بناء على ظروفك وشغلك وتعرضك للشمس وكل البوينتس دي او النقط دي بتبقى مهمه قوي في اختيار العلاج المناسب. طيب جيتي انت بقى المره الجلسه اللي بعدها عايزه تشوفي ايه اللي حصل او نسبه التحسن قد ايه. بنقعد تاني على الجهاز اللي هو السكين انالايزر ونحلل ونشوف المنطقه دي وصلت لايه، نشوف الابعاد بتاعه مثلا الدايره بقت قد ايه، بنشوف الطبقات او درجه التصبغ وصل قد ايه، وبنشوف نسبة التحسن بتاعة العلاج بتاعنا. ده بيدينا مؤشر قوي جدا ان احنا ماشيين كويس، لا احنا محتاجين نزود حاجة تانية. وده بيبقى زي ما قلنا مناسب الاختيار بتاع العلاج المناسب للشغل. وده بيديكي طمأنينة ومصداقية ان انت ماشية كويس وماشية متابعة كويس والنتيجة مرضية بالنسبة لك. طيب ايه بقى تاني ممكن نعمله غير التقشير؟ التقشير على فكره زي كل اللي احنا قلناه ده، في حاجه ده تقشيرات عميقه. في بقى حاجه اسمها تقشيرات سطحيه او تقشير متوسط، زي مثلا التقشير الكريستالي. احنا شفنا تقرير في الفاصل عليه، يا ريت نشوف التقشير الكريستالات مره كمان وبعدين نرجع نتكلم عليه. بس بصفه عامه يعني هو بيبقى عباره عن جهاز، الجهاز بيبقى فيه زي خرطومين، خرطوم بيطلع باودر، الباودر دي بتعمل سكراب او بتعمل صنفره للوش، فبتشيل بتنظف البصور، بتنظف المسام، بتشيل الطبقه الميته المرهقه بتاعه الجلد. والخرطوم الثاني بيشد الباودر دي وفي نفس الوقت بياخد الخلايا الميته واي حاجه كانت متعلقه في المسام. ببقى انا مخلصه الجلسه قادره ان انا اخرج عادي جدا، قادره ان انا اتعرض للشمس عادي جدا، شلت طبقه مرهقه من بشرتي. لو حطيت بعدها اي كريمات عنايه او عملت بعدها حقن نضاره او عملت بعدها اي فيتامينات للبشره، درجه الامتصاص بتاعتها بتبقى عاليه، نتيجتها بتبقى اعلى،
وبتجيب نتيجة أحسن، وبحس التأثير والنتيجة بصورة أسرع، لأن أنا شلت طبقة مرهقة متعرضة للشمس، متعرضة للتراب، متعرضة للجفاف، كل الحاجات دي. بنحط إيه بعد الجلسة؟ ده على حسب البشرة، بشرة جافة، البشرة دهنية، البشرة، ده اللي احنا بنحدده مع بعض زي ما احنا قلنا، من خلال الطبيب أو من خلال السكين أنالايزر.